والله انا قلبي حاسس ان الليله دي هتبقى زي الفل. ايه ده؟ معقوله؟ بابا مبروك يا رضا. انا قلت برضو مش معقوله تفوت يوم زي ده من غير ما تيجي. ينفع افوت يوم زي ده يا اخي؟ ما خيرش عشانك، يبقى عشان خاطر نسب. طبعا كان لازم تيجي وتشرفنا وتنور الفرح كله يا بابا. ده نورك يا حبيبي، بس على فكره انا مش جاي عشان الفرح بس، انا جاي عشان اشكرك يا ابني انك طلعت راجل ونفذت وصيتي وخدت بالك من امك واخواتك. يعني بجد انت راضي عني يا بابا؟ قلبي وربي راضيين عليك ليوم الدين. عشان اثبت لك ان انا فرحان، انا محضر لك مفاجاه. تعالى معايا. شوقتني قوي يا بابا. هتشوف يا ترى ايه. تعال يا انصاف. عمتك انصاف الله يرحمها. عمتي اهلا اهلا يا عمتي. انا كويس، انت اخبارك ايه؟ طمنيني عليكي. نورتي نورتي. اتفضلي يا حبيبي. يا انصاف اتفضلي اتفضلي. ده ايه المفاجاه الحلوه دي؟ لسه. تعالي يا فريال. خالتك فريال الله يرحمها. لا لا ده كتير قوي. ازيك يا خالته؟ ده انا كنت بحبها قوي والله، منوره الدنيا كلها. اتفضلي يا خالتي. نورتينا. نورتي يا خالتي نورتي. وفي مفاجاه من العيار التقيل. ايه بقى؟ حاجه كده من زمن الفن الجميل، الجبنه الرومي بتاعت زمان. ايوه بقى، جدك الشنديد الكبير بنفسه. لا لا لا. اتفضل يا جدو. رغم انه تعبان بيشتكي بالركب وبس قال لازم اجي. والله يا جدي ما كانش له لازمه تتعب نفسك. نورتنا والله والله نورت. اتفضل يا جدي. جدك الشديدي وزوجته وكوثر. اهلا يا ما بتسلمش لسه برضه. تراسي اهلا وسهلا سعاده الباشا. مين ده يا بابا؟ والله يا ابني ما اعرف، شافني وانا بعزم قرايبي ونازل شبت وقال لازم اجي لانه مقطوع من شجره ونفسه في التورته. ابني رضا عقبال ما تشوف دكتور قد الدنيا. لا مش معقوله يا بابا، مش معقولة كده والله. وأنا كل مرة هقول لك إن أنا مش دكتور يا بابا أنا تمرجي. إيه؟ تمرجي؟ لا بقى مش كده. ولد بلا ولد بلا يا رضا. أنا ما ارتحتلكش من ساعة ما نزلت. خش